اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه الطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقه جديده من برنامجكم المفضل في بيتنا المدرسه على قناه مصر التعليميه. النهارده باذن الله هناخد وحده من الوحدات المهمه في ماده حفظ وتصنيع اللحوم. واحنا كلنا عارفين ان احنا عندنا ثلاثه مواد للتصنيع الغذائي. عندنا ماده الصناعات الغذائيه، عندنا ماده حفظ وتصنيع اللحوم، عندنا ماده العجائن والمخبوزات. دايما اتعودنا وبنقول لكل ابنائنا وبناتنا الطلبه ان كل حلقه بنقدمها بنقول فيها الجزء النظري، بنحاول نعرض فيها جزء من الفيديوهات اللي بتوضح الجزء العملي، وبالتالي دايما بيكون معانا نوت احنا مسمينه بنك الاسئله للثلاثه مواد، بحيث ان احنا في كل حلقه بيتم تناولها بندرج بعض الاسئله الوارد اللي هي تيجي في امتحانات اخر العام، وبالتالي نحاول نغطي جزء كبير قبل حلقات المراجعه في الاسئله ومختلف انواعها والصيغه بتاعتها وايه المناطق المهمه اللي بيجي فيها الامتحان. ودايما بقول ان طالب التصنيع الغذائي مش مطلوب منه عمليه الحفظ ابدا، انا بنخرج في النهايه مش طالب، المواصفه بتاعتنا في الخريج بتاعنا ان هو فني ماهر يفيد المجتمع فرد صالح، وبالتالي يا اما بيشتغل بشكل مباشر في مشاريع خاصه ليه هو، او بيشتغل من خلال المصانع والشركات، وبالتالي لازم يكون عنده المهارة الجيدة في الصناعات الغذائية بثلاثة فروعها سواء الصناعات الغذائية أو العجائن والمخبوزات أو حفظ وتصنيع اللحوم. النهاردة هناخد وحدة مهمة جدا اللي هي وحدة أو الوحدة اللي احنا عارفينها اللي هي الوحدة الثالثة في مادة حفظ وتصنيع اللحوم، هي عبارة عن طرق حفظ اللحوم. طرق حفظ اللحوم هي متعددة وكثيرة. أما نيجي نتكلم على طرق حفظ اللحوم هنبدأ مع بعض كده نستعرض ايه هي الطرق بشكل عام. في طرق تقليدية قديمة وطرق حديثة. الطرق التقليدية القديمة معروفة وشائعة الاستخدام وعلى رأسها المعاملات الحرارية سواء بدرجات الحرارة المنخفضة او بدرجات الحرارة المرتفعة، ومن ضمنها يا إما الحفظ بالتبريد أو التجميد في درجات الحرارة المنخفضة أو التعقيم أو البسترة في درجات الحرارة المرتفعة. دي كلها بنسميها الطرق التقليدية اللي تم التعرف عليها منذ القدم، ومش هنقدر نقول من القدم قوي، ولكن نقدر نقول إن هي بقالها أكتر من ثلاثة قرون الناس تعتمد على طرق الحفظ بدرجات الحرارة سواء المرتفع أو المنخفضة. وبالتالي في طرق حديثة جدت في عمليات الحفظ، من ضمنها وعلى رأسها الطرق اللي بتختص بشكل عام بينزع جزء كبير جدا من الرطوبة زي التجفيف زي التجفيد، وده يعتبر نوع متطور من عمليات التجفيف ونزع الرطوبة اللي هي التجفيد أو تبخير الماء عن طريق التسامي دون المرور بالحالة الوسط وهي الحالة السائلة. وبالتالي بنقدر نوصل لطرق حديثة زي أيضا طرق الحفظ بالإشعاع. ايضا في طرق تقليدية او طرق قديمة من ضمن الطرق اللي احنا بنستخدمها التعليب، والتعليب عبارة عن رفع درجات الحرارة ثم التعقيم ثم وضع المادة الغذائية ثم التعقيم مرة اخرى للعبوة بعد وضع المادة الغذائية. ده كده بشكل عام طرق حفظ الاغذية او طرق حفظ اللحوم. تم تطوير طرق حفظ اللحوم في المقام الاول لان اللحوم تعتبر من المواد سريعة التلف، وعرفنا اولادنا في بداية الوحدة الاولى ان اللحوم من المواد سريعة التلف. اللحوم تتأثر بشكل كبير بالعوامل الجوية لو ظلت على حالها او في مكانها زي ما بنقول، بمعنى بيرتفع الاس الهيدروجيني فيها بتاخذ قدر كبير جدا يصل الى ملايين الميكروبات، وبالتالي هتتأثر بشكل سريع. كمان هي بتحتوي على نسبة من الدهون قابلة لعمليات الأكسدة أو التزنخ، وبالتالي كان لزاما علينا ان احنا نطور في طرق حفظ اللحوم يا اما عن طريق الطرق التقليدية او عن طريق الطرق الحديثة، او هيصادفنا بعد كده في الوحدات الوحدة الرابعة والخامسة الى اخره اللي هي عمليات تصنيع اللحوم. وتصنيع اللحوم دائما ما يرتبط بطريقة من طرق حفظ اللحوم. دايما لما باجي اعمل عمليه تصنيع بترتبط بطريقه من طرق حفظ، زي مثال شهير جدا عمليه التعليب، عشان اعلب اللحوم لازم استخدم طريقه من طرق الحفظ وهي التعقيم.
عملية التدخين وإنتاج الأسماك المدخنة واللحوم المدخنة ترتبط بشكل كبير بطريقة مطروحة حفظ اللحوم، وهي التدخين، تعتمد على التدخين بالأخشاب أو سوائل التدخين. يبقى عندي ارتباط ما بين عملية التصنيع وترتبط معها بطريقة من طرق حفظ اللحوم. النهاردة في الحلقة بتاعتنا إن شاء الله هنحاول ناخد أكبر قدر ممكن من الطرق دي، وعلى رأسها التبريد والتجميد. الحفظ بالتبريد، الحفظ بالتبريد يعتبر من الطرق التقليدية في درجات الحرارة المنخفضة. وارجع اقول لابنائنا الطلبة لما يجي يقول لي عرف وسجل بقى معايا الاسئلة اول باول، عرف كل من التبريد والتجميد. خلينا الاول في التبريد. اما تيجي تعرف التبريد او تعريف التبريد، التبريد هي طريقة من طرق الحفظ المؤقتة. تاني يا مستر، التبريد نصف التعريف بتاعي ونص التعريف بتاعي هو طريقة من طرق الحفظ المؤقتة. طب وانا كده عرفت التبريد؟ لا، انا ما عرفتش التبريد، انا عرفت نص التعريف بتاع التبريد. ليه؟ لان انا ممكن اقول في درجات الحراره المرتفعه الا على راسها البسترة هي طريقه من طرق الحفظ المؤقت. اوعى تنسى الشق ده من التعريف. يعني عندي درجات حراره منخفضه ودرجات حراره مرتفعه، يقابلني التبريد في درجات الحراره المنخفضه، يقابلها البسترة في درجات الحراره المرتفعه في طريقه الحفظ المؤقت. اما التجميد في درجات الحرارة المنخفضة والتعقيم في درجات الحرارة المرتفعة هي طريقة من طرق الحفظ المستديمة. ويعني ايه طريقة من طرق الحفظ المؤقتة؟ عشان كمان المعلومة تثبت عندنا، مؤقتة يبقى المدة بتاعتي بتاعت الحفظ تصل من بضعة ايام الى حد اقصى 20 الى 30 يوم. ده في حفظ وتصنيع اللحوم. هل ممكن ازود الفترة يا مستر عن 30 يوم في التبريد؟ هنعرف ده. ممكن ازود الفترة بتاعتي من 30 الى 60 يوم في عملية التبريد او مدة الحفظ بتاعتي بالتبريد بوسائل مساعدة. يبقى اول بداية التعريف بتاعي، التبريد هو طريقة من طرق الحفظ المؤقتة. طب اكمل التعريف بتاعي عشان انا كده خصصت التبريد، اقول على درجة حرارة من 0 الى 4 درجة مئوي، وكلما اتجهنا الى الصفر زادت كفاءة عملية التبريد عن طريق الحد الكبير من نشاط الميكروبات والبكتيريا المتواجدة داخل الايه؟ داخل اللحوم. ده اسمه ايه؟ تعريف التبريد. خد بالك لو انا جيت اقول في البسترة بقول هي طريقة من طرق الحفظ المؤقتة، وعشان اميزها اسقط درجة الحرارة يا اما على 63 درجة مئوي لمدة ربع ساعة، دي اسمها البسترة البطيئة، او لمدة 3 الى 5 دقائق على درجة حرارة 72 درجة مئوي اللي بنسميها البسترة الخاطفة. يبقى كده انت مش هتتلخبط في تعريف التبريد او تعريف التجميد. تعالوا مع بعض كده نستعرض. تعتبر اللحوم بصفة خاصة من المواد الغذائية السريعة التلف والفساد، ولذلك فيها تحتاج الى عناية خاصة وسرعة كبيرة في مختلف مراحل الحفظ والتصنيع. ولذلك يبحث الانسان عن وسائل آمنة لحفظ وتصنيع اللحوم حرصا منه عن منع اي تغيرات غير مرغوبة قد تحدث لهذه اللحوم. طبعا المقصود بالتبريد ان احنا نبرد اللحوم ومنتجاتها وهي خفض درجة الحرارة من 0 الى 4 درجة مئوي، ودي طريقة من الطرق المؤقتة اللي بتمتد الى عدة ايام من 20 الى 30 يوم. ويهمني في النقطة دي كويس او تبقى فاهم ان كل ما بنتجه الى الصفر المئوي كل ما بتزيد كفاءة عملية الايه؟ عملية التبريد، وبالتالي بنخفض عدد ونشاط ومعدل تكاثر كائنات الحية الدقيقة داخل اللحوم. العوامل الواجب مراعاتها عند الحفظ بالتبريد. سؤال بيجي لي دايما في الامتحانات وسجل معايا برضه. خد بالك احنا بنستعرض جزء نظري معاه دائما اسئلة. ممكن يقول لي اذكر العوامل التي يجب مراعاتها قبل الحفظ بالتبريد. انا لما ادخل عملية تبريد يعنيني ايه؟ رقم واحد، في طبعا اكتر من عامل، رقم واحد لما اجي ادخل عملية الحفظ بالتبريد ما ببدأش على درجة الصفر المئوي او الاربعة اللي انا بخزن عليه، لا انا ببدأ على سالب 2 الى سالب 3 درجة مئوي. ايه ده؟ وانا بنزل لدرجات للتجميد في بداية التبريد يا مستر؟ لازم في المرحلة الاولى ادخل في عملية التبريد على سالب 2 الى سالب 3 درجة مئوي. ايه السبب؟ السبب ان اللحوم في الفترة دي بيكون درجة حرارتها مرتفعة، فانا عايز انزل بسرعة شديدة بدرجة الحرارة المرتفعة
الى درجه حراره تصل الى 0 الى 4 درجه مئوي داخل عمق اللحوم مش خارج سطح اللحوم. خد بالك ان الحراره الكامنه داخل اللحوم بتكون اعلى من سطح اللحوم، وبالتالي عشان اوصل الى 0 الى 4 درجه مئوي في فتره قصيره جدا امنع فيها نشاط الكائنات الحيه الدقيقه، لازم ابدا التبريد بتاعي على سالب 2 الى سالب 3 درجه مئوي في غرف التبريد. بعد وخلي بالك في نقطه مهمه كمان، ان يرتبط معاها رطوبه نسبيه 95%. بعد فتره قد تصل من 6 الى 12 ساعه ببدا ارفع بقى درجه الحراره بتاعتي تاني الى 0 درجه مئوي او سالب 1 الى 0 درجه مئوي، رطوبه نسبيه 95%. بعد فتره لا تتجاوز عده ساعات ابدا اخزن من 0 الى 4 درجه مئوي في رطوبه 95%. ده اول بند من البنود. تعال نشوف كده مع بعض. بيقول لي عند التبريد في غرف التبريد يجب ان تنخفض درجه الحراره اولا من سالب 2 الى سالب 3 وترفع الرطوبه نسبيه الى 95%، لان درجه حراره اللحم في البدايه بتكون مرتفعه نسبيا فتشجع على البخر والجفاف وفقد الوزن، لذلك يلزم امتصاص هذه الحراره بسرعه كبيره في غرف التبريد. بعد 6 ل 12 ساعه تقريبا بنضبط درجه الحراره من 0 الى سالب 1 درجه مئوي ورطوبه نسبيه 90%، ولكن التخزين في النهايه بيبقى على 0 الى 4 درجه مئوي وبخزن على رطوبه نسبيه 90%. ده اول عامل من العوامل اللي انا بيجب ان انا اراعيها في العمليه بتاعتي. بيقول لي يجب الا ترتفع درجه حراره في اعماق اللحوم عن 4 درجه مئوي، وده بيستغرق قد ايه؟ 72 ساعة في الذبائح الكبيرة، زي ما انا جايب لك كده في الصورة ذبائح كبيرة للبتلو او للكندوز اللي هي عبارة عن انصاف، او في الذبائح الصغيرة تصل من 24 الى 72 ساعة في الذبائح البتلو والضان. اذا الفترة اللي بستغرقها خد بالك لان هي مرتبطة بالبند الاولاني. البند الاولاني بقول بستخدم درجة حرارة من سالب 2 الى سالب 3 عشان تركز في المعلومة، بقعد قد ايه؟ من 6 الى 12 ساعه. بعد كده بستخدم درجه حراره من 0 الى سالب 1 او سالب 1 الى 0، ممكن اقعد في الفتره دي كمان اصل الى 12 ساعه. بعد كده بخزن من 0 الى 4 درجه مئويه على رطوبه نسبيه 90%. عايز يقول لي ملخص البند الاولاني ان لازم الحراره في عمق اللحوم لازم تصل الى 0 الى 4 مئوي. ده بيعتمد على ايه في الوقت؟ بيعتمد على شكل وحجم الذبائح. ففي حالة الذبائح الكبيرة بنستغرق تقريبا 72 ساعة عشان اصل الى 0 الى 4 درجة مئوية داخل عمق هذه اللحوم. اما في الذبائح الصغيرة زي ذبائح الخراف او الماعز فبالتالي لا تستغرق هذه الفترة، فممكن تستغرق معايا من 24 ساعة الى 72 ساعة. يبقى ده تاني شرط من الشروط المهمة او العوامل اللي انا براعيها اثناء عمليات الحفظ بالتبريد. تعالوا نشوف مع بعض العامل رقم 3. يجب ان يتم تبريد الذبائح في غرف التبريد فور الانتهاء من عمليات التجهيز. خد بالك لما انا كلمتك في الحلقات السابقة كان في حلقات الذبح الاسلامي الجيد، وكان بيتعمل عملية اسمها كشف بيطري قبل وكشف بيطري بعد عملية الذبح، وفي المنتصف بيتم عمليات تفضية الكرش والامعاء وايضا عمليات السلخ اللي بتتم لي الذبيحة اللي موجودة عندي وثم تقطيع الى اجزاء. كلما قلت الفترة ما بين عملية التجهيز والدخول في عملية التبريد كل ما قللت الحمل الميكروبي اللي هيدخل معايا على اللحوم اثناء عمليات التبريد او اي معاملة اخرى. وبالتالي دايما الشرط المهم او العامل المهم ان انا اسرع من دخول الذبائح بعد عمليات الفحص والتجهيز الى عملية التبريد مباشرة، ما سيبش فاصل من الوقت عشان ما اعملش سماح لنمو نشاط الميكروبات والبكتيريا وايضا يحصل فقد وبخر في اللحوم من العمق الى السطح ثم الى الخارج، وبالتالي هيحدث فقد في وزن اللحوم. يبقى دي من ضمن العوامل ايضا المهمة التي يجب مراعاتها عند ايه؟ عند الحفظ بالتبريد. رابع عامل عايز يقولي زي ما انت شايف كده في الصورتين، لو انت عندك ذبائح كبيرة اللي هي عبارة عن الكندوز او البتلو فبالتالي يجب علي ان انا اقطعها يا اما انصاف زي ما احنا شايفين في الصورة اللي معانا او ارباع على حد ادنى، ولو انا عندي ذبائح صغيرة فبيتم الاحتفاظ غالبا بيها بشكلها الايه؟ بشكلها الطبيعي. من ضمن الشروط المهمة لو انا بدخل عمليات تبريد
تعالوا كده عايز اوريك فيديو هيوضح لي عملية ازاي اقطع الذبيحة بتاعتي بالشكل المناسب. هنشوف مع بعض كده. ده مجزر آلي من المجازر المتطورة عندنا في جمهورية مصر العربية، بيدخلوا الذبائح الكبيرة زي ما احنا شايفين. لزاما علينا قبل ما نبدأ عملية التبريد في الذبائح الكبيرة، من ضمن العوامل المهمة ان انا لازم اعمل عملية تقطيع للذبائح ديت الى نصفين او ارباع. يعني زي ما انت شايف بيستخدم منشار كهربائي بيشق الذبيحة من اعلى الى اسفل عشان يوصلها في النهاية الى نصفين، وبالتالي بعد ما بيخلص عملية الشق دي بيبدأ يدخلها عملية التبريد مباشرة. ده بس عشان تبقى انت مركز وشايف المعلومة اللي موجودة عندنا، ان لزاما علينا في الحفظ بالتبريد لازم الذبائح الكبيرة اعملها عملية تقطيع عشان اسهل بشكل كبير وصول درجة الحرارة في عمق هذه اللحوم من 0 إلى 4 درجة مئوية. لان لو سبت الذبيحة بشكلها الحالي اللي هي قبل عملية التقطيع هنستغرق وقت طويل جدا في عمليات الحفظ سواء بالتبريد او بالتجميد، وده هيسمح بعمليات الفقد في الوزن عن طريق البخر او نشاط الاحياء الدقيقة. فبالتالي لزاما علينا لازم نعمل ايه عملية شق زي ما انت شايف الى ايه الى نصفين. من ضمن العوامل المهمة ايضا عامل خامس وعامل مهم جدا، شوف الصورة معايا كده، شايف معايا في الصورة اللحوم ديت في حاجة اسمها مسافات بينية ما بين اللحوم وبعضها. المسافة دي قد تمتد من 3 سنتي الى 5 سنتي، سواء بقى انا هقطعها قطع صغيرة زي ما انت شايف، او لو انا كمان هعلقها في شكل انصاف او ارباع، او لو في الذبائح الصغيرة اللي هي البتلو في شكل الذبيحة بالحجم الكامل، لازم اسيب مسافة ما بين كل ذبيحة وذبيحة من 3 الى 5 سنتي. ليه؟ لان تلامس المناطق بتاعت الذبيحة بترتفع فيها درجات الحرارة، وبالتالي ده هيعمل لي اكتر من مشكلة. رقم واحد هيسمح بنشاط ونمو الميكروبات في المناطق المتلامسة مع بعضها. رقم اتنين انا مش هوصل الى درجة التبريد الجيدة في المناطق اللي بيحصل لها عملية التمس. وخد بالك ممكن يجي لي سؤال علل في الامتحان ودونه عندك، هيقول لي ايه؟ يقول لي علل يتم ترك مسافة من 3 الى 5 سنتي عند عملية تبريد الذبائح في غرف التبريد. يبقى السبب ايه؟ عشان ما ارفعش درجات الحرارة في المناطق المتلامسة. رقم اتنين عشان اسمح بمرور الهواء الى كل جوانب الذبيحة، وبالتالي اسهل عملية التبريد. يبقى ركز معايا، كل سؤال وله اجابة نموذجية. تعالوا نشوف مع بعض كده العامل السادس. من العوامل المهمة جدا في غرف التبريد انك ما تعملش حاجتين او تتجنب حاجتين، الذبذبة في درجات الحرارة، الذبذبة في نسبة الرطوبة النسبية. خد بالك ان كل ما بيكون غرفة التبريد ثابتة ومتزنة في درجة الحرارة والرطوبة النسبية ده بيدي كفاءة عالية جدا بتوصلني الى الفترة المنصوص عليها في عملية التبريد اللي هي من 20 الى 30 يوم. كل ما يحدث تذبذب في درجات الحرارة في غرف التبريد نتيجة الغلق او الفتح او خفض مؤشر درجة الحرارة او رفع مؤشر درجة الحرارة، كل ده ما بيقلل من فترة الحفظ بالتبريد عن الفترة المنصوصة اللي هي من 20 الى 30 يوم. يبقى ده من ضمن العوامل المهمة والمؤثرة. عايز اوريك كده برضو فيديو، تعال نشوف كده هو بيعمل ايه في غرفة التبريد ديت. عايز يقول لي ان درجة الحرارة ارتفعت في غرفة التبريد دي عن الحد اللازم، وده هيسبب مشاكل نتيجة عملية الذبذبة اللي حصل. خد بالك ان هما بيتناقشوا وعايز يثبت له ان درجة الحرارة مش مظبوطة. فزي ما انت شايف كده ده اسمه ترمومتر. الترمومتر ده بيبقى ذو ساق معدني بيدخل الى عمق اللحوم. درجة الحرارة اللي كانت مسجلة قدامك دي 22 درجة، وبالتالي يعتبر من ضمن الخطورة على اللحوم ان انا اسيب درجة الحرارة ترتفع بهذا الشكل، وبالتالي هيأثر بشكل كبير. وبيتناقشوا مع بعض في ارتفاع درجة الحرارة، وبيشوف الترمومترات حاططها في اللحوم وهيوريهوله تاني عشان يعرفوا ان درجة الحرارة بتاعته ارتفعت في غرفة التبريد نتيجة الذبذبة الى 22 زي ما انت شايف 9.1 درجة مئوية، وبالتالي ده يسبب خطورة رهيبة في فساد اللحوم اللي بتبقى فيه هذا الشكل او بهذا المنظر. يبقى من ضمن الحاجات المهمة انك ما تعملش عملية ذبذبة في غرف التبريد، وبالتالي احافظ على ثبات درجة الحرارة بتاعتي. يبقى دي من ضمن الشروط المهمة. طب خد بقى عندك السؤال ده ودونه، يا مدة حفظ اللحوم بالتبريد كم يا مستر؟
عرفها لي تاني. هي من 20 إلى 30 يوم، هي من 20 إلى 30 يوم. يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي ما هي العوامل التي يتوقف عليها مدة حفظ اللحوم بالتبريد من 20 إلى 30 يوم؟ تاني، مدة الحفظ كام يا مستر في التبريد؟ من 20 إلى 30 يوم. سؤال في الامتحان يقول لي اذكر العوامل التي تؤدي الى حفظ اللحوم بالتبريد من 20 إلى 30 يوم. رقم واحد، قبل ما نظهر رقم واحد على الشاشة يهمني في المقام الاول تبقى فاهم ان الهدف الرئيسي من عمليات التبريد هو الحد من نشاط الكائنات الحية الدقيقة. واذكرك تاني في نقطة مهمة انا قلتها في العوامل اللي احنا المفروض نراعيها اثناء الحفظ بالتبريد، اللي هي ايه؟ اللي هي سرعة ادخال الذبائح بعد عمليات الذبح والفحص الى عملية التبريد. يبقى اول عامل هيأثر في العوامل اللي بتأدي لي الى الفترة من 20 إلى 30 يوم مقدار الحمل الميكروبي المتواجد على الذبائح اثناء عمليات الاعداد من اول عملية الذبح الى عملية التبريد او بداية عملية التبريد. الحمل الميكروبي اللي هيدخل على الذبيحة من اول المعاملات اللي تمت، من اول عملية الذبح والكشف البيطري قبل ثم الكشف البيطري بعد ثم عمليات السلخ ثم عمليات التقطيع الى بداية عملية التبريد، كل ما الفترة دي تكون قصيرة كل ما الفترة دي بتتم تحت شروط جيدة فبقلل الحمل الميكروبي اللي انا هدخل بيه قبل عملية التبريد، وبالتالي هيديني كفاءة تبريد من 20 إلى 30 يوم. ده اول شرط من الشروط، مقدار التلوث او الحمل الميكروبي اللي داخل على اللحوم بتاعتي قبل عمليات التبريد. ده اول ايه؟ اول شرط. تعالوا نشوف كده مع بعض تاني شرط، مدى نظافة الأدوات والأشخاص القائمين على عمليات الذبح ثم إلى عملية التبريد. تعالوا شوف كده مع بعض صورة بتوضح لي قد إيه نظافة الأدوات المستخدمة وقد إيه كمان النظافة الشخصية للقائمين على عمليات التجهيز للذبائح قبل عملية التبريد. هتلاقي العامل الفني اللي موجود ده بيرتدي قفازات في ايديه، بيرتدي المريالة بتاعته، واقي للرأس، بيستخدم ادوات نظيفة. كل ما بستخدم شروط صحية جيدة اثناء عمليات الذبح والتجهيز كل ما هقلل الحمل الميكروبي وبالتالي هحافظ على الفترة البينية اللي هي من 20 الى 30 يوم اثناء عملية التبريد. يبقى اول شرط ان انا اقلل الحمل الميكروبي اللي داخل معايا قبل عملية التبريد. تاني شرط نظافة الايه؟ الادوات المستخدمة والقائمين على عمليات الايه؟ عمليات الذبح والاعداد قبل عملية التبريد. كل ما يكون الاشتراطات دي جيدة ونظيفة كل ما هقلل الحمل الميكروبي كل ما هوصل للفترة بتاعتي اللي هي من 20 الى 30 يوم. هم دول بس العاملين؟ لا، يتبقى عاملين مهمين قوي. رقم 3، ثبات درجة حرارة غرف التبريد اللي موجودة عندي عشان اقدر اوصل من 20 الى 30 يوم. رقم 4، ثبات الرطوبة النسبية وحركة الهواء داخل المبردات وبالتالي هقدر اوصل من 20 الى 30 يوم بشكل مناسب. تعال نشوف كده مع بعض العامل الثالث والعامل الرابع. ثبات درجة حرارة التبريد داخل غرف التبريد، زي ما احنا شايفين غرف التبريد لازم اثبت درجة الحرارة بتاعتي من 0 الى 4 درجة مئوية. رقم 4، ان انا اثبت كمان الرطوبة النسبية وحركة الهواء داخل غرف التبريد هيوصلني بالشكل الجيد اللي هي عبارة عن ايه؟ من 20 الى 30 يوم. قبل ما ناخد الوسائل دايما سؤال او دايما استفسار بيجي لكل ابنائنا وبناتنا الطلبة وكل مشاهدينا، هو يا مستر مش انت قلت لنا قبل كده ان التلاجة المنزلية هي عبارة عن تبريد؟ هي عبارة عن تبريد، فيها ترمومتر فيها مؤشر؟ فيها ترمومتر وفيها مؤشر بيقول لي ان الحراره من 0 الى 4 او 5 درجه مئويه. طب هو يا مستر وانا لما بحط اللحوم في المبرد بتاعي او الثلاجه بتاعتي بتقعد من 20 الى 30 يوم؟ ممكن احاول واشوف الموضوع ده؟ اقول لك لا، ده مش هيحصل في الثلاجه المنزليه.
لا طب هو ايه الفرق يا مستر ما بين غرف التبريد عندي والتلاجة المنزلية اللي انت بتستخدمها؟ اولا رقم واحد، التلاجة المنزلية لها حمل ومحتوى من الاطعمة بيتحط فيها، وارد ان احنا في المنازل بنحط حمل اعلى من الحمل المناسب داخل التلاجات المنزلية بتاعتنا، فبالتالي هتستغرق وقت طويل جدا عشان اوصل لدرجة الحرارة بتاعتي اللي هي من 0 إلى 4 داخل التلاجة المنزلية بتاعتي، وبالتالي هسمح بنمو اكبر قدر ممكن من الاحياء الدقيقة خلال هذا الوقت. رقم 2، انت في التلاجة المنزلية بنعمل خطأ دايما شائع عندنا لكل مشاهدينا او بناتنا او اولادنا، ان احنا بنفتح التلاجة المنزلية بشكل دائم وبنقف جنبها وبنبدأ ناخد الطعام بتاعنا واحنا سايبينها مفتوحة، فبالتالي ايه اللي بعمله؟ انا بعمل تذبذب في درجات الحرارة والرطوبة النسبية اللي داخل التلاجة اللي موجودة عندي، فبالتالي ده مش هيحافظ على الطعام بتاعي فترة من 20 الى 30 يوم، وبالتالي التلاجة المنزلية هتلاقي الطعام بتاعنا لما بنحطه فيها بطريقة الفتح والغلق اللي احنا بنستخدمها دي وبالحمل اللي احنا ما بنبقاش عارفينه في التلاجة المنزلية، وبالتالي المدة ما بتزيدش عن بضعة ايام من 3 أيام إلى 4 أيام حد اقصى خالص لو انا بستخدمها بشكل جيد او مناسب بتصل الى 7 أيام، وبالتالي مش ممكن ابدا هتلاقي المبرد المنزلي هيوصل زي غرف التبريد المحكمة اللي لها الشروط والمواصفات اللي احنا شفناها سواء في درجات الحرارة سواء في نسبة الرطوبة سواء في حركة الهواء داخل المبرد بتاعي، فبالتالي بوصل الى 20 الى 30 يوم. ارجع تاني يا مستر فكرني، هو الحفظ بالتبريد طريقة من طرق الحفظ الايه المؤقتة من كام يوم؟ من 20 الى 30 يوم. سألتك سؤال في البداية، هل يمكن رفع هذه المدة؟ يمكن زيادة هذه المدة قد تصل الى 50 يوم حد اقصى خالص في عملية التبريد الى 60 يوم، ولكن ده بيتم بايه؟ بشروط او وسائل مساعدة. ويجي هنا ودون معايا سؤال اخر قد يأتي في الامتحان، يقول لي اذكر ما هي الوسائل المساعدة التي تطيل مدة الحفظ بالتبريد الى 50 الى 60. طب ايه هي بقى الوسائل دي يا مستر؟ تعالوا بقى، اول حاجة من الوسائل دي التبريد في جو من غاز ثاني اكسيد الكربون. تاني يا مصر، التبريد في ايه؟ التبريد في جو من غاز ثاني اكسيد الكربون. يعني لو انا عندي غرفة التبريد بتاعتي وانا مدخل فيها جزء من الاغذية او جزء من اللحوم، ينصح ان انا ادخل جزء من غاز ثاني اكسيد الكربون داخل المبرد بتاعي، له تأثير مثبط على نمو الميكروبات. طب هو كده بالمطلق العام يا مستر؟ لا، ده له نسبة، النسبة بتاعتي المفروض تبقى 10% من جو الغرفة اللي موجود عندي. طب هو انا لو زودت عن 10% يحصل مشاكل يا مستر؟ يحصل مشاكل. يبقى وسيلة مساعدة ما حاولش احولها لوسيلة مضادة، يبقى انا هطول مدة الحفظ ولكن بشرط احافظ على الشكل العام من الصفات الطبيعية للحوم اللي موجودة عندي، سواء اللون او الطعم او الرائحة. انا هستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون او جو من غاز ثاني اكسيد الكربون، نسبتي كام؟ 10%. حد اقصى كام يا مستر؟ ما زدش عنه خالص 20%. طب لو انا زودت عن 20% ايه اللي يحصل؟ هعمل دامج في اللون اللي موجود عندي في اللحوم مع تغير في الايه الرائحة والطعم اللي موجودين عندي. يبقى انا بستخدم وسيلة مساعدة ولكن لها شروط. يبقى اول حاجة كده مع بعض تعال نشوفها كده، اللي هي التبريد في جو من غاز ثاني اكسيد الكربون. طب كام يا مستر؟ زي ما احنا شايفين 10% من هواء الثلاجة. ده يطول المدة بتاعتي من 40 الى 50 يوم. طب لو انا ازود لحد كام وقف؟ اعلى نسبة عندي 20%. طب ليه؟ عشان ما يسببش تغير غير مرغوب في لون اللحم، وايضا هيتبعه تغير في ايه؟ في طعم ورائحة اللحوم اللي موجودة عندي، لان مزود جو من غاز ثاني اكسيد الكربون اعلى من اللازم. يبقى اول وسيلة التبريد في جو من غاز ثاني اكسيد الكربون. طب تاني وسيلة يا مستر؟ استخدام الاشعة الفوق بنفسجية. طب برضو يا مستر، الاشعة الفوق بنفسجية بستخدمها في المطلق كده؟ لا، ما بستخدمهاش في المطلق، بستخدمها لمدة ساعة يوميا. تاني، لو انا عايز استخدم الاشعة الفوق بنفسجية في غرف التبريد عشان اطول مدة الحفظ بتاعتي من 50 إلى 60 يوم او من 40 إلى 50 يوم حسب الغرفة وحمل المبرد اللي موجود عندي، بستخدمها لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم. طب هو دورها ايه؟ اولا الاشعة البنفسجية لها تأثير حافظ وتعقيم على سطح اللحوم،
زيد على كده ان الاشعه الفوق بنفسجيه بتسبب وبتكون حاجه اسمها غاز الاوزون اللي هو ايه؟ O3، وهو ايضا له تاثير مثبط على نمو الميكروبات. تعالوا نشوف كده مع بعض. تستخدم الاشعه الفوق بنفسجيه لاطاله مده الحفظ بالتبريد، ويكفي معامله اللحوم داخل الثلاجات بهذه الاشعه لمده ساعه يوميا. طب ايه كمان يا مستر؟ بيرجع ده لايه؟ لان الاشعه البنفسجيه بقى تثبط نشاط الكائنات الحيه الدقيقه وتحدث تعقيم سطحي للحوم، ايضا بتكون الايزون اللي هو O3 اللي بيقضي تماما على الميكروبات. دي تعتبر وسيله رقم كام يا مستر؟ الوسيله رقم 2. تعالوا نشوف الوسيله رقم 3. استخدام اشعه جاما بجرعات منخفضه. السؤال اللي دايما معانا، وسيله مساعده اشعه جاما. طب اشعه جاما ايضا بستخدمها في المطلق العام يا مستر؟ لا، ما بستخدمهاش في المطلق العام. كل وسيله لها جرعه ولها كميه محدده. اشعه جاما بتتقاس بحاجه اسمها الراد، او الوحده بتاعتها الراد. طب بستخدم قد ايه من اشعه جاما يا مستر؟ من 100,000 الى 200,000 راد. واشعه جاما لها تاثير مثبط على نمو الميكروبات عن طريق افراد الماء الموجود واتحاده مع اللحوم، وبالتالي ما بيسببش اي نوع من انواع التلوث او استخدامه للكائنات الحيه الدقيقه. تستخدم بجرعات من 100,000 الى 200,000 راد، ويؤدي ذلك الى تحلل الماء وتفاعل نواتجه مع مكونات اللحم بلا حدوث اي تغيرات في اللون والطعم والرائحه، وهذه المعامله تقضي على الميكروبات وتزيد مده الحفظ بالتبريد. طب في وسيله رابعه يا مستر؟ ده في رابعه وفي خمسه. استخدام المضادات الحيويه. ارجع لي معايا هنا الشاشه، ترجع لي معايا هنا. وانا ممكن استخدم مضادات حيويه يا مستر في حفظ اللحوم؟ ممكن استخدم المضادات الحيويه. هي غالبا تستخدم في الذبائح الصغيره الحجم اللي زي الطيور والدواجن، اللي هي الفراخ، البط، الوز، انواع الطيور والدواجن. طب يا مستر، وانا بستخدم مضاد حيوي عشان اطيل مده الحفظ باي جرعة او باي نوع؟ لا، المضاد الحيوي لما اجي اذكره في اطالة مدة الحفظ بالتبريد، واحد يبقى نوع المضاد الحيوي، رقم 2 تركيز المضاد الحيوي، رقم 3 الوقت اللي انا هعرض فيه اللحوم داخل محلول المضاد الحيوي. طب هو ايه نوع المضاد الحيوي؟ سجل عندك حاجة اسمها CTC. ايه بقى ترجمة CTC؟ كلورو تترا سايكلين. يبقى نوع المضاد الحيوي المستخدم كلورو تترا سايكلين. طيب ممكن استخدمه بقد ايه يا مستر؟ او الجرعه بتاعتي بقد ايه؟ 10 جزء في المليون. طب مده قد ايه؟ لا تتجاوز النصف ساعه. يبقى اذا في محاذير على استخدام المضادات الحيويه، لازم يبقى نوع معين بتركيز معين ومده زمنيه معينه هغمس فيها اللحوم او قطع اللحوم او الدواجن لمدة 30 دقيقة. يبقى النوع ايه؟ كلورو تترا سايكلين. التركيز ايه يا مستر؟ 10 جزء في المليون. المدة قد ايه؟ المدة بتصل الى 30 دقيقة. ده يزود معايا الحفظ بمقدار مرتين عن الشكل العام او الطبيعي في درجة حرارة 4 درجة مئوية. اتبقى اخر وسيلة، وهي الوسيلة الأأمن والأكثر أمانا وفاعلية. تاني، تعتبر من الوسائل الأكثر أمانا على الصح، اللي هي عملية الباكينج أو التعبئة أو التغليف. إن أنا أغلف اللحوم بتاعتي في أطباق من الفوم بالبوليسيلين أو مادة البوليسيلين أو البلاستيك زي ما نقول البوليسيلين أو السلوفان. أنا بعمل إيه كده يا مستر؟ أولا بمنع وجود الهواء وحركة الرياح، بمنع أي عوامل من الأتربة والشوائب الخارجية، بمنع كمان عمليات البخر التي تتم على اللحوم، وده بيتم بشكل آمن دون استخدام بقى غاز ثاني أكسيد الكربون واتلخبط في النسبة، وقد النسبة تزيد عندي عن 20%، ممكن ما استخدمش أشعة أو الأشعة الفوق بنفسجية، ممكن أزود المدة عن ساعة يحصل أيضا مشكلة، ممكن أستخدم أشعة جاما 100,000 وحدة راد إلى 200,000 وحدة راد، ممكن أزود عن النسبة يحصل مشكلة، ممكن أستخدم مضاد حيوي أيضا، ولكن تعتبر الوسيلة الأكثر أمانا هي عملية الباك أو التغليف.
بتتم عمليه تغليف اللحوم قبل الحفظ بالتبريد في اكياس من البوليستيرين، وتؤدي هذه العمليه الى تقليل التلوث وتكاثر الاحياء الدقيقه وزياده مده الحفظ بالتبريد مع خفض الفقد في الوزن وتقليل اكسده الدهون وتغير اللون. يبقى كده دي وسائل اطاله مده الحفظ بالتبريد. اذكر في سؤال، دون السؤال، اذكر التغيرات التي تحدث في اللحوم اثناء عمليه التخزين بالتبريد. اثناء عمليه التخزين بالتبريد في بعض التغيرات بتطرأ على اللحوم اللي موجوده عندي. رقم واحد، حاجه اسمها الانضاج الطبيعي للحوم. وركز معايا لكل ابنائنا وبناتنا ومشاهدينا، الانضاج ليس المقصود به عمليات الطهي. الانضاج للحوم هنا هي الانتهاء او سرعه الانتهاء من عمليه التيبس الرمي اللي بتبقى في اللحوم بعد عمليات الذبح. ودي اللي من شأنها ايه يا مستر؟ اللي من شأنها بيكون فيها اللحوم في حالة غير جيدة لعمليات التصنيع والطهي. اللي هي مواصفاتها ايه او ظاهرها ايه يا مستر؟ واحد، بيكون اللحمة قدرتها على الامساك بالماء في ادنى مستوى ليها. رقم اتنين، بتفقد جزء كبير جدا من الوزن لو دخلت عمليات طهي او عمليات تصنيع. رقم تلاتة، بيبقى فيه خشونة في الطعم اللحوم. رقم اربعة، فيه صعوبة في عمليات المضغ. كل دي بنسميها عوامل نتج عن التيبس الرمي. لما بعمل عمليات تبريد اول حاجه بتحصل الانضاج. الانضاج بقى ان انا اعمل ايه بقى؟ افك حاله التيبس الرمي دي. بيحصل فيها ايه يا مستر؟ واحد، نعومه طراوه عصيريه للحوم المستخدمه فيما بعد. رقم اربعة، قدره اللحوم على الامساك بالماء بتعلى الى اعلى مستوى ليها، وبالتالي دي تعتبر من ضمن العوامل او التغيرات المرغوبة المهمة اثناء عمليات التبريد اللي هي عملية الانضاج. تحويل اللحوم من الحالة الغير جيدة نتيجة التيبس الرمي الى لحوم ذات حالة جيدة نتيجة انهاء عملية التيبس الرمي، اللي هي زيادة الطراوة، زيادة العصرية، زيادة النعومة، وبالتالي زيادة عمليات القطع وعمليات المضغ وتسهيل عمليات الطهي، تسهيل عمليات التصنيع. قدرة اللحمة على الامساك بالماء بتعلى معايا، فبالتالي مش هفقد جزء كبير جدا من الوزن. يبقى اول تغير هو عملية الانضاج الطبيعي للحم. حيث ان من المعروف ان التيبس الرمي وزواله وانضاج اللحوم يحدث اثناء التبريد بسبب تكون حامض اللكتيك، وكذلك فعل الانزيمات الطبيعية الموجودة في اللحم، وهذه الامور كلها تؤدي الى تحسين الطراوة والطعم والرائحة والعصرية في اللحم. دي اول حاجة. تاني حاجة، التغير في اللون اثناء عمليات الحفظ بالتبريد. اللون بيبقى عباره عن ايه يا مستر؟ اللون الاحمر، الميوجلوبين. صبغه الميوجلوبين بتتحول بالاكسده حاجه اسمها اوكسيميوجلوبين الاحمر. ازاي؟ طب لو انا طولت المده عن اللازم او اخليت بشروط عمليات التبريد يحصل ايه؟ يتحول اللون اللي هو الاحمر ازاي الاوكسيميوجلوبين الى حاجه اسمها الميتاميوجلوبين اللي هي لونها بني داك. تعالوا نشوف كده مع بعض. ده اللون اللي انا عايزه اثناء عمليات الايه؟ التبريد، اللون الجيد اللي هو اللون الاحمر الزاهي الاوكسيميوجلوبين. لو انا اخليت بالشروط بتاعتي يتحول اللون اللي انت شايفه تحت ده لحوم ذات لون بني داكن اللي هي الميتاميوجلوبين، صبغه الميوجلوبين بتروح لاوكسيميوجلوبين لون احمر زي ما احنا شايفين، تتحول الى ميتاميوجلوبين اللون البني الداكن مع اطاله مده الحفظ بالايه؟ بالتبريد تحت شروط غير جيده. ثلاثة، فساد اللحوم بواسطه البكتيريا المحبه للبروده. ليه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه نمو بعض الميكروبات زي البازيلوموناس والاكروموباكتر اللي بتغطي اللحوم بالمواد المخاطيه. ايضا قد يحدث إصابة بالفطريات في اللحوم، وهتشوف كده أنا وديك جزء من اللحمة عليها من فطريات لونها بتبقى في الغالب بتبدأ بالأبيض، بتختلف بعد كده يبقى لونها الأخضر أو اللون البني الداكن، وده يعتبر من ضمن التغيرات التي تطرأ أثناء عملية التبريد إذا لم يتم إحسان شروط عملية التبريد بالشكل الجيد. من ضمن الحاجات المهمة بقى حاجة اسمها انكماش الوزن نتيجة عمليات البخر، واللي بيحافظ على ده بقى ايه يا مستر بشكل جيد؟ ها، لو تفتكر اللي هي الوسيله الخامسه اللي هي عمليه البانكينج او التغليف. طب يجي هنا سؤال في الامتحان يقول لي ايه؟ علم
سجل السؤال، يتوقف عملية الفقد في الوزن على عدة عوامل أذكرها، أو عملية الفقد في الوزن تتأثر بعدة عوامل أذكرها. اللي هي ايه؟ حجم الذبيحة، درجة الحرارة، السطح المعرض، الهواء اللي بيدور وحركة الهواء اللي بيدور حوالين الذبيحة في المبرد. لو العوامل دي، درجة الحرارة مظبوطة والشروط دي مظبوطة، هتؤدي في النهاية ان الفقد يبقى من 1.5 إلى 2%. هنتوقف عند الجزء ده ونطلع فاصل ثم نواصل. اهلا وسهلا بيكم اعزائي الطلبة والطالبات وكل مشاهدينا، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل لنستكمل الجزء اللي احنا بدأناه، اللي هي العوامل او التغيرات التي تطر على اللحوم اثناء عمليات الحفظ بالتبريد والتخزين ايضا بالتبريد. من ضمنها اللي عمليات فقد في الوزن بتبقى من 1.5 إلى 2%، بيحدث انكماش نتيجة عمليات البخر من للماء من عمق اللحوم الى سطح اللحوم، ودي بيتوقف على يا اما طبيعة وحجم اللحوم نفسها سواء كانت ارباع او انصاف او نوع الذبائح المستخدمة سواء كانت بتلو او كندوز او ضاني. وايضا من ضمن الحاجات المهمة اللي هي ثبات درجات الحرارة وحركة الرياح داخل المبرد اللي موجود عندي. تبقى لنا عامل مهم قوي من ضمن العوامل ايضا او التغيرات التي تطرأ على اللحوم اثناء الحفظ بالتخزين، وهي عمليات عرق اللحوم او بنسميها فيما بعد اللي هي تكاثف قطرات من الماء او بخار الماء على اللحوم، نتيجة ان انت بتطلعها من درجات حرارة منخفضة من 0 إلى 4 درجة مئوية، بتقابل درجات حرارة مرتفعة في الجو الخارجي، وبالتالي بيحدث تكاثف لجزء من الماء على سطح اللحوم، وبتسمى هذه الظاهرة بظاهرة عرق اللحوم. وقد يأتي سؤال في الامتحان يقول لك، طبعا دايما بنقول لابنائنا هالاسئلة اللي احنا بنقولها مع بعض، سجل يقول لك عرف عرق اللحوم. فعرق اللحوم بينتج نتيجة تكاثف قطرات من الماء على سطح اللحوم لخروجها من درجات حرارة منخفضة من 0 إلى 4 درجة مئوية، تقابل درجات حرارة الجو العالي وبتسمى عرق اللحوم. حفظ اللحوم بالتجميد او الفروزنج ستورج، الحفظ بالتجميد من وسائل الحفظ، ولما نيجي نعرفها من وسائل الحفظ المستديمة تاني عشان يبقى انت برضو مركز معايا، الحفظ بالتجميد من طرق الحفظ المستديمة. المستديمة يعني ايه يا مستر؟ يعني تمتد معايا من 6 أشهر إلى عام، وقد تمتد لأكثر من عام على حسب وحجم نوع التبريد التجميد او المجمد الموجود عندي وظروف وحمل التجميد اثناء عمليات التجميد. وزيك احنا بنقول عليها طريقة من طرق الحفظ المستديمة. اميزها ازاي؟ لان ده نصف التعريف، يبقى طريقة من طرق الحفظ المستديمة على سالب 20 درجة مئوية، وتخزن على سالب 18 درجة مئوية في حالة التجميد البطيء، وعلى سالب 40 درجة مئوية، ثم التخزين على سالب 18 درجة مئوية في حالة التجميد السريع. يبقى ده اسمه عمليات التجميد او الحفظ بالتجميد زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ايضا من ضمن الحاجات المهمة اللي هي الاساس العلمي في عملية الحفظ بالتجميد، هو الاساس العلمي يا مستر في عمليات الحفظ بالتجميد، هو كل الموضوع بيدور مغزاه او محتواه حوالين المحتوى المائي المتواجد داخل اللحوم. وانا دايما بقول لابنائنا الطلبة في نوعين من الماء المتواجدين داخل اي مادة غذائية، في حاجة اسمها الماء الحر وفي حاجة اسمها الماء المرتبط. الماء الحر هو الماء الموجود ما بين جدر الخلايا وبعضها، اما الماء المرتبط وهو موجود داخل الخلايا وما يحتويه من عصارة خلوية داخل الخلايا اللي موجودة عندي. فبالتالي البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة تنشط اكتر في الماء الحر اللي ما بين الخلايا وبعضها، ومش هتقدر تنشط بشكل قوي قوي في الماء المرتبط داخل الخلايا الا اذا اخترقت جدر الخلايا. وبالتالي الاساس العلمي في عملية التجميد هو تجميد سواء الماء الحر او الماء المرتبط، سواء اللي موجود داخل الخلايا او اللي موجود ما بين الخلايا، وبالتالي هتبقى البيئة غير صالحة من الاساس لنمو ونشاط ونشاط الكائنات الحية الدقيقة. هو ده الاساس العلمي في عملية التجميد. التجميد من نوعين، هو التجميد البطيء او طرق التجميد. التجميد البطيء، خد بالك ان التجميد البطيء بيتم زي ما انا قلت في عملية التعريف، التجميد البطيء غالبا بيتم على سالب 20 درجة مئوية، بيستغرق فترة طويلة من الزمن، ويتم التخزين على سالب 18 درجة مئوية. ويعاب عليه ان في التجميد البطيء قد تحدث بعض التغيرات التي تؤدي الى زيادة السائل المنفصل او الدرب الناتج من اللحوم بعد عمليات الصهر. ولما اجي نقول لابنانا ايه موضوع الدرب ده، لان الدرب ده من ضمن الحاجات المهمة اثناء عمليات صهر اللحوم المجمدة.
في التجميد البطيء بيستغرق وقت طويل، بتكون حجم البلورات غير منتظم الشكل، كبيره في الحجم غير موزعه بانتظام، وبالتالي اللي بيحدث ضغط على جدر الخلايا اثناء عمليات التجميد، فيحدث تهتك لجدر الخلايا، وبالتالي بتتجمد اللحوم على شكل جدر الخلايا المتهتك. لما بتيجي ستك تعمل عمليات بقى فك وعمليات صهر للحوم المجمده، خصوصا اللي موجوده في الديب فريزر المنزلي للنوع من انواع التجميد البطيء، فبتقابل سائل لونه احمر او لونه بني بينزل من اللحوم. معظمنا ومعظم الناس بيرمي السائل ده، وده خطا شائع جدا، لان اللحوم اثناء لما حضرتك كنت بتعمل لها عمليه تخزين في المجمد بتاعك، هل انت كنت مخزنها وهي محتويه او مدخل معاها جزء من الماء؟ لا اطلاق. طب العصير ده جه منين؟ جه نتيجه ان التجميد المنزلي ده تجميد بطيء، حجم البلورات كبير غير منتظم وغير موزع بشكل جيد، وبالتالي حصل تهتك لجدر الخلايا. فلما بتيجي سيادتك تعمل عمليات صهر مره اخرى للحوم المجمده، العصير الخلوي المحتوي على جزء كبير جدا من الفيتامينات والاملاح المعدنيه بيخرج تاني خارج اللحمه، وبالتالي بتفقد جزء كبير جدا من الفيتامينات والاملاح المعدنيه في التجميد البطيء. تعال نشوف كده مع بعض. فيها يتم تجميد اللحوم على درجه حراره منخفضه نسبيا من سالب 15 الى 20، وتستغرق عمليه التجميد حوالي من 8 الى 96، شوف حجم الوقت قد ايه، من 8 الى 96 ساعه. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان يبقى انا عرضه في الفتره ديت لنشاط جزء من الكائنات الحيه الدقيقه، او ايضا تكون البلورات الكبيره في الحجم الغير منتظمه في الشكل. تعالوا نشوف كده النوع الاخر، وهو التجميد السريع. التجميد السريع في هذه الطريقه تستعمل درجات حراره بقى منخفضه جدا، بتصل الى سالب 40 الى سالب 50 درجه مئوي، وبالتالي الوقت المستغرق بيكون قليل جدا، لا يتجاوز ساعه الى ساعه ونصف. ايه الميزه في التجميد السريع؟ لان هنا بيجي سؤال دايما في الامتحان، هيقول لي قارن بين كل من التجميد السريع والتجميد البطيء، او يفضل التجميد السريع على التجميد البطيء. في حاله التجميد السريع اللي على سالب 40 الى سالب 50 درجه مئويه، وسمى التخزين على سالب 18 في وقت اقل من ساعه الى ساعه ونصف، بيكون حجم البلورات دقيق جدا، صغير جدا، موزع بشكل منتظم جدا، وبالتالي لا يحدث تهتك لجدر الخلايا. وبالتالي حتى لما هنيجي نشوف السائل المنفصل نتيجه صهر اللحوم المجمده بالتجميد السريع اللي هو الدريب، بيكون تقريبا 5 من 10%، يعني ما بيوصلش حتى الى 1%. فلما يجي يقول لي اعمل لي بقى مقارنه ما بين التجميد البطيء والتجميد السريع، اقول له رقم واحد المده هنا ساعه الى ساعه ونصف في التجميد البطيء، اما في التجميد ساعه ونصف في التجميد السريع، اما في التجميد البطيء بتبقى المده من 8 الى 96 ساعه. درجه الحراره في التجميد البطيء سالب 20 ويخزن على سالب 18، في التجميد السريع من سالب 40 الى سالب 50 درجه مئوي عفوا ويخزن على سالب 18 درجه مئوي. حجم البلورات في التجميد البطيء كبير غير منتظم الشكل، وبالتالي يحدث تهتك لجدر الخلايا. حجم البلورات في التجميد السريع صغير دقيق منتظم الشكل، لا يحدث تهتك في جدر الخلايا. حجم السائل المنفصل في التجميد البطيء يصل الى 25% بعد عمليات صهر اللحوم المجمده. حجم الدريب او السائل المنفصل في التجميد السريع يصل الى حوالي 5 من 10%، ولا يحدث فقد للقيمه الغذائيه بشكل كبير. القوام غالبا بيحدث فيه ترهل في التجميد البطيء، اما في التجميد السريع غالبا القوام بيحتفظ بالشكل العام بتاعه. كنت حابب قبل ما اختم نشوف مع بعض فيديو هيوريني شكل التجميد السريع في انفاق التجميد السريع اللي بتبقى على سالب 40 الى سالب 50 درجه مئوي في الاسماك على سبيل المثال. خد بالك من السير اللي موجود قدامك دوت. السير اللي موجود قدامك ده الاسماك بيتم تنظيفها جيدا او بشكل جيد زي ما انت شايف. وخد بالك ان من ضمن الحاجات المميزه هنا ان لازم تكون الاحجام كلها واحده وبشكل متماثل زي ما انت شايف، المسافات بينها واحده. السير نفسه اللي بيتحرك اللي قدامك دوت سير مثقب عشان درجه الحراره تبقى من جميع الجوانب، زي ما انت شايف بطن السمكه مفتوح، يتم ليه عمليات تنظيف جيده عشان احد من التلوث للكائنات الحيه الدقيقه. الاسماك ليه منتظمه في الحجم يا مستر او في الشكل كمان والوزن، ليه؟ لان ده هيساعدني ويسهل لي التجميد على كل انواع الاسماك اللي داخله. لكن لو دخلت اسماك غير منتظمه في الشكل احجامها واوزانها مختلفه، فبالتالي في جزء منها هيتجمد وجزء منها مش هيتجمد، وبالتالي هيحدث خلل في عمليات التجميد. ده
خط او نفق تجميد سريع زي ما انت شايف فيه اكتر من مرحله او سير، بيستخرج من ساعه لساعه ونص عشان الاسماك تخرج من الجانب الاخر على الشكل المجمد اللي احنا عارفينه، وبالتالي ده اسمه تجميد سريع. بيبقى حجم البلورات فيه دقيق جدا ومنتظم، ولما اجي اعمل عمليات صهر للاسماك اللي موجوده قدامي ديت هيبقى نسبه السائل المنفصل منخفضه جدا. لحد دلوقتي لسه مازال في بدايات عمليات تجميد، لان لسه زي ما انت شايف جسم السمكه طري بياخد ويدي معاه، ولكن في نهايه النفق هنشوف في نهاية الفيديو بتاعنا لا الاسماك هيتم تجميدها تجميد سريع على سالب 40 زي ما انت شايف، خرجت خلاص مجمدة بالشكل اللي انت شايفه ده. ايه ده بقى يا مستر؟ هو انت في النهاية خالص بعد ما بتعمل عملية تجميد بتنزل تاني في مية يا مستر؟ ليه بتنزل تاني في مية؟ سؤال مهم بيجي في اذهان ابنائنا وبناتنا وكل مشاهدينا. وانا جمدت ارجع تاني افك؟ لا انا ما بفكش. خد بالك انا قلت لك ان التجميد السريع بيبقى على كام؟ على سالب 40 الى سالب 50 درجة مئوية، وانا ما ينفعش اخزن على الدرجه العاليه دي جدا والا هيحصل حاجه اسمها حروق التجميد. ويجي سؤال دايما في الامتحان يقول لي عارف حروق التجميد، ودي ظاهره بتحدث نتيجه الدمج في الخلايا والانسجه المنخفضه جدا في درجات الحراره عن سالب 20 درجه مئويه. طب انا بعمل ليه الجزء ده من الميه؟ هتلاقي ان السمكه بتنزل تاخد تقريبا ثواني داخل حوض الماء ده، لان انا قلت لك ارجع بالذاكره تاني، انت هتخزن على كام؟ مش هتخزن بالتاكيد على سالب 40 ولا سالب 50، سواء في التجميد السريع او في التجميد البطيء فسيادتك لازم هتخزن في النهايه على سالب 18 درجه مئوي. فبالتالي انا محتاج جزء من الماء زي ما انت شايف كده لعده ثواني عشان اخفض او ارفع درجه الحراره من سالب 40 وسالب 50 ارفعها الى سالب 18. قال له وانت يا مستر بتعد عكسي بتقول لي ارفع؟ اه، لان سالب 18 هي الاكبر من سالب 40 وسالب 50 مش الرقم. فدرجات السالب كل ما بقرب من الصفر يبقى الماينس بتاعي هو الاعلى، وبالتالي انا بعمل عمليه تعديل لدرجه حراره التجميد السريع من سالب 40 الى سالب 18 درجه مئويه. اتمنى في نهايه حلقتنا النهارده يكون كل ابنائنا وبناتنا الطلبه ومشاهدينا استمتعوا معنا على قناه مصر التعليميه. كان معكم الاستاذ نبيل عبد الرؤوف، والى لقاء اخر ارجوكم ابقوا معنا.